الرسالة التالية من عمان وباعثتها مستمعة من هناك تقول حاميم. في إحدى القضايا التي تسأل عنها تقول: زوجي مريض نفسيا وهو مصاب بمرض الشك، فهو يشك في تصرفاتي وفي كل شيء، فلا يسمح لي أن أزور أهلي وحتى أخي أو أختي، ولا يسمح لي أن أخرج من المنزل بتاتا. وتستمر لتشرح هذه القضية وترجو منكم التوجيه شيخ صالح، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن مرض الوسواس أنه مرض عضال، ولكن يعالج بذكر الله عز وجل والاستعاذة بالله من الشيطان. وما دمت تعلمين أن هذا وسواس فإنك تصبرين على هذا الشيء ولا تحرصي على الخروج من البيت إلا لضرورة أو حاجة ملحة، من أجل أن لا يزيد عليه هذا الأمر أو يتضاعف عليه هذا المرض. عليك بالرفق به ومراعاة حاله وعدم الخروج إلا لضرورة أو حاجة ملحة لا بد منها. أما الخروج الذي لا حاجة إليه فاتركيه،